حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بلغت عائدات العراق من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 11 شهرا من العام الحالي نحو 107 مليارات دولار. وفقا لإحصائيات صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية، فإن شهر أيار من العام الحالي شهد أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية، حيث بلغ أكثر من 11 مليار دولار. ويعتمد العراق بنسبة 96% على الإيرادات النفطية في موازنته العامة. أعلن اتحاد المقاولين في السليمانية عن توقف نحو 1000 مشروع في السليمانية بسبب عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين. وقال الاتحاد إن المشاريع التي توقفت بسبب الأزمة المالية التي حلت بكردستان العراق منذ أحداث عام 2014 الاقتصادية الصعبة بسبب الخلافات الاقتصادية مع الحكومة في بغداد ما أثر على صرف الحصص المالية الخاصة بكردستان العراق، مضيفا أن الكثير من شركات المقاولات أعلنت إفلاسها بسبب الأموال التي أودعتها في مشاريع ضخمة دون قدرتها على الاستمرار بالعمل بسبب عدم صرف المنح التشغيلية. ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى مستوى قياسي لامس جدار 10%، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية بأكثر من 15% وأسعار مواد البناء بنسبة 10% والملابس والأحذية بنسبة وصلت إلى أكثر من 9% وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى. وقع كل من المغرب ونيجيريا مع 5 دول إفريقية أخرى على 5 مذكرات تفاهم تخص مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. وتم توقيع المذكرات في العاصمة المغربية الرباط من قبل المغرب ونيجيريا من جهة، وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى. وبهذه المذكرات تؤكد الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز نيجيريا المغرب التزامها بالمساهمة في تفعيل مشروع سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا وسيشكل محور عبور جديد للتصدير نحو أوروبا. ارتفعت أسعار النفط بعدما دخل اتفاق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي المحمول بحراً حيز التنفيذ، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً إلى 83 دولاراً و16 سنتاً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتاً إلى 77 دولاراً و43 سنتاً للبرميل الواحد. يأتي اتفاق الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى ولو اضطرت إلى خفض الإنتاج. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.